بالنسبة فعلا لما يحدث، هل جزء من هذه السيناريوهات تحصل حاليا؟ يعني قد يبتعدون حاليا عن السوق ناصر كما تراهم، يعني هذا ابتعاد فعلا مخطط له؟ طبعا أود أنفي بهذه المناسبة أي أثر للأموال الساخنة الأجنبية على سوق الكويت الأوراق المالية. هذه للأسف البعض يجعلها شماعة بسوء نية ولا بحسن نية للوضع الفاسد والمخيف والمروع في سوق الكويت الأوراق المالية. فعلتنا داخلية ومنا وفينا كما يقال، وخلنا نعترف فيها عشان نبتدي نصلح، نحط إيدنا على الجرح ونبتدي نصلح لو شوي شوي. أما نحطها على أزمة عالمية على مستثمرين أجانب، أصلا الكويت بيئة طاردة للمستثمرين الكويتيين، وهذا معروف، هم يهربون بأموالهم للخليج وللعالم كله من يعني عدم الشفافية وسوء الإدارة والفساد المتفشي. فمن باب أولى أن لا يأتي المستثمرين الأجانب، وأنا أدعو المستثمرين الأجانب أن لا يأتوا إلى الكويت في الوقت الراهن، لأن أموالهم ستكون في خطر. من يخطط حاليا في السوق؟ يعني دائما نقول سوق المجاميع والمجاميع العملاقة، هل فعلا هناك تخطيط؟ هل يجتمعون على رأي واحد؟ بمقدورهم أنهم يجتمعوا على رأي واحد؟ طبعا يعني المجاميع او احنا نسميها الكتل الاستثماريه تنسق فيما بينها بشكل او باخر، وتنسق بشكل مكثف واوضح ما بينها بين اذرعها الاستثماريه، لان بعض المجاميع الاستثماريه او الكتل الاستثماريه لها ما يقارب 15 ذراع وبعضها 10 أذرع وبعضها 5 أذرع، فيكون هناك تنسيق مسبق، وفي غالب الحالان في غالب الأحيان أنه يكون بالاتجاه السلبي. ليس لإصلاح السوق بل لتدميره أو للكسب المشروع الغير المشروع على حساب الغير. فيعني المجاميع أو الكتل الاستثمارية منها كتلتين أو ثلاث في أقصى الحالات هي كتل جيدة، لكن في 12 كتلة يا أما فيها سوء إدارة يا أما فاسدة بكل تأكيد. نعم سيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمال للاستشارات الاقتصادية تحدث إلينا من الكويت، شكرا جزيلا لك.